إذا كنتي حامل فهنن 9 شهور، وإذا ما كنتي حامل وكنتي عم تلعبي معي فرح دفعك الثمن غالي يا كنتي. عفوا، حكيتي شي فوتون خانوم؟ إذا ما عجبك الأكل بغيره. طلع. حاضر. صحة وهنا يا فتون. شو اشتقتي لي عزيزة؟ ايه اشتقت لهلوش؟ قلت اكيد فتون بتكون حطت الاكل لانه صار وقت الغداء، فقلت بتغدى معك. روح جيب لي صحن يا شيداء، خلينا ناكل مع بعض. شو بدك؟ اليوم أسعد يوم بعمري كله. تعرفي ليش فتون؟ أكيد رح تصير مصيبة. لأنه ابني لما فكرني متت ركض لعندي، لأنه فكر إنه صار لي شي. ها؟ أنا شفته اليوم. وأنت يا فتون، شو رح يصير معك؟ انت تركتي البنت وهي عمرها يومين لما تعرف انك زتيتيها ومشيتي. شو رح يصير؟ رح تركض لعندك يا ترى؟ ولا رح تسبك وتقلعك؟ عم تفتحي علي حرب يا عزيزة؟ عم افتح عليك حرب يا فتون. كان بدي ابني يقول لي يا امي لمره واحده، وانتي سرقتي لي فرصتي. لهيك انا ما راح ارحمك ابدا، وراح خبر بنتك بكل شيء، وسلاحي راح يكون الحقيقه يا فتون، وبنتك راح تسمع مني. يلا ان شاء الله صحه وهنا. يا رين، عقلي ما عم يستوعب. كنتي بتعرفي انك حامل ومع هيك رحتي معه؟ ايه. طالما بتعرفي ليش ما خبرتينا؟ لانه ما كنت بدي خليه للولد. ليش؟ ليش؟ لاني انا يلي قتلت هارون مثلا. بعدين ما بدي كل ما اطلع بوشه لابني اتذكر اني انا المجرمه اللي قتلت له ابوه. والله بدك تخليه يا رين، طالما هالولد بيحميكي فلازم تفكري انك تخليه. خلاص هندان، لا تضغطي عليها، بكفي. بابا، يا رين، انتو مناح؟ تعال ابني، نحن مناح وانت رح تصير خال، اختك حامل. يا رين؟ لا تواخذيني، من الصدمة ماني عارفان شو بدي أقول. إن شاء الله بيربى بعزك ودلالك. شكراً أخي. يلا هلأ تأخر الوقت، خلونا ننام. يلا. اسمعيني، إذا أجى على بالك شي بالليل فيقيني. إيه بنتي؟ أنت حامل، انتبهي على حالك. انتبهي. ايه؟ وانت كمان. بابا، شو صار؟
فتون كانت رح تقتل يارين، كانت رح تقتل بنتي. وقدام عيوني بابا يارين طلعت حامل، ما حتأذيها. رح تستنى 9 شهور ورح تكفي. هاي المرة ما بتعرف مين أكون أنا، رح ورجيها. ما حدا بيقدر يلمس شعرة من أولادي.